بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى معالي الشيخ أحمد بن علي الخليفة رئيس مجلس إدارة نادي المحرق بمناسبة تتويج فريق كرة القدم بالنادي بكأس مسابقة الاتحاد الآسيوي للمرة الثانية في تاريخه وأعرب جلالة الملك المفدى عن تهنيه الخالصة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ولاعبي الفريق وكافة منتسبي النادي وجماهيره على هذا الانجاز الرياضي المشرف للوطن والذي يضاف الى سجل انجازات كره القدم البحرينيه ويعكس تطورها وتميزها على مستوى القاره الاسيويه ويعزز كذلك من الانجازات التاريخيه لنادي المحرق العريق وما حققه من بطولات والقاب عبر مسيرته الرياضيه واشاد جلالته في البرقيه بالاداء والمستوى الفني المتميز والروح العاليه للاعبين واصرارهم على تحقيق الفوز وما قدموه من مهارات وامكانيات طوال منافسات هذه المسابقه وبجهود الجهازين الفني والاداري والتي مكنت الفريق من تحقيق هذا اللقب الاسيوي عن جداره واستحقاق وأعرب حفظه الله ورعاه عن شكره وتقديره للجماهير البحرينية من كافة مدن وقرى البحرين على وقفتها المشرفة ودعمها ومساندتها للفريق والتي كان لها الدور المهم في تحقيق هذا الإنجاز المتميز